اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في أول عدد من برنامج كنز المعرفة. هذا البرنامج والموسوم بطابعه الثقافي والمعرفي يأتيكم يوم الخميس من كل أسبوع على قناة الجزائر آنوان. وسعي منا لتقديم الإضافة المرجوة للمشاهد الكريم، دأبنا على العمل لنضع أمامكم مشروع برنامج تلفزيوني يكون بمثابة العين التي ترصد المعرفة. كما نؤمن بأن هذا البرنامج من شأنه أن يكون عظيم الفائدة ويخاطب أكبر شريحة ممكنة من الناس، وذلك انطلاقا من عمل ميداني يطوف حول الجامعات والثانويات. أعزائي المشاهدين، الآن نحن متواجدون بجامعة هواري بمدن للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار. أهلا وسهلا بكم في أول عدد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. صحيح. تعرفوا على الأخ الكريم؟ مرسي عمر، متمدرس سنة ثانية ثانوي فلسفة، أدب وفلسفة. ثانية ثانوي أدب وفلسفة. أدب وفلسفة. جيد عمر. عمر، أنت تحمل اسم عمر بن الخطاب. عندك ثقافة عامة حول الدين و... يعني. ماذا تعرف؟ اللهم زدنا علما إن شاء الله. آمين إن شاء الله. ماذا تعرف عن الصلاة؟ الصلاة من أحد أركان الخمسة لأركان الإسلام. وفرض على كل مسلم ومسلمة، وصان عليها الرسول قبل موته الصلاة ثم الصلاة، وتانيك أول شيء نتحاسب عليه يوم القيامة. أول شيء يحاسب عليه الإنسان هو صلاة. هو صلاة. نعم. كيف نزلت الصلاة وفي أي وقت؟ نزلت في ليلة الإسراء والمعراج. كي جا البورق عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ليلة الإسراء والمعراج كي جا البورق عند الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ومدى طلع للسماء السادسة نورمال. عرج إلى بيت المقدس. نعم. أي والله. ثم بيت المقدس. وصل إلى سدرة المنتهى. نعم. وتكلم مع الله خلف ستار. تحدث مع الله تعالى. الله تعالى خلف ستار. ما هي التحية التي قدمها النبي عليه الصلاة والسلام على الله تعالى في أول لقاء؟ ما عنديش. هي تحية لله، زكية لله، طيبات الصلوات. الصلوات. هذه أول تحية ألقاها النبي عليه الصلاة والسلام على الله تعالى. ماذا قال له الله تعالى؟ وعليك السلام. السلام عليك أيها النبي. أيها النبي. نعم. 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 يعني الحديث والسر بيناتهم ما على باليش. جيد. جيد عمر. عمر، سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة، ما هي الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية؟ الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية. نعم، هنالك صلاة سرية تسبقها أربع صلوات جهرية. يعني كاين صلاة الظهر والعصر، هذه سرية. سرية. نعم. وصلاة العشاء هذا المغرب، والعشاء والفجر، هذو ما صلاة جهرية. معناتها ثلاثة جهرية واثنان سرية. طب الصبحية. هذيك صلاة سرية تسبقها أربع صلوات جهرية، ما هي؟ تسبقها أربع صلوات. هذه فرض. أكيد من الفرائض، يعني هنالك خمس صلوات. حتى نقرب لك سؤال، في اليوم تتغير صلاة، في يوم ما تتغير صلاة وتصبح صلاة العيد. لا. لا. صلاة العيد. ما اشتغل لي السؤال. ما هي الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية؟ أربع صلوات جهرية. صلاة سرية تسبقها أربع صلوات جهرية. الفجر. غلط. الفجر. لا.
خلينا نبو الى الاخ نتعرفوا عليه اريح معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. نتعرفوا عليك الاخ الكريم. الله يسلمك. طالب جامعي سنه اولى ماستر بجمعة سامي. ما شاء الله. الاسم كريم ذكرني. بجمعة سامي. بجمعة سمير. سامي. نعم. سامي انت تدرس فيزياء معناتها الكهرباء. لا ما يتعلق بالكهرباء. لا ما يتعلق بالفيزياء على الإشال أتوميك. نعم. بوكو بليس سي على الفيزياء المجهرية ممكن القول. نعم. نعم. سمير سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة هو ما هي الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية؟ السؤال يعني احنا عندنا في اليوم خمس صلوات مفروضة. نعم خمس صلوات مفروضة وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. عندنا ثلاثة جهرية. نعم. واثنين سرية. نعم. والسؤال هو صلاة مفروضة سرية تسبق أربعة جهرية. هنالك صلاة سرية تسبقها أربع صلوات جهرية. تسبقها أربع صلوات جهرية. الصلوات الجهرية هذه ممكن مفروضة؟ أكيد مفروضة. لكن نو هل هي سنة كما النوافل ولا مفروضة؟ ليست نوافل هي مفروضة. صلاة مفروضة. صلوات كلها مفروضة الخمس. لكن في يوم من الأيام تتغير وتصبح صلاة سرية. حتى نقربوا لك السؤال الجواب. تصبح في اليوم صلاة سرية واحدة وتسبقها أربع صلوات جهرية. لحظة. حاول يعني فكر حاول. أنا ما قلت لي في يوم من الأيام راح تتغير تكون عندنا صلاة أخرى جهرية وصلاة فردية راح صلاة سرية راح تسبق هاد الأربع صلوات جهرية. هي على كل حال العصر هذه ممكن صلاة العصر. صلاة العصر. صلاة العصر في نورمالمون ليلة العيد لأنه راح تكون عندنا العيد. العصر صلاة سرية. وباك تكون عندنا صلاة المغرب جهرية، صلاة العشاء جهرية، صلاة الفجر جهرية، صلاة العيد جهرية والله أعلم. جيد. صلاة العيد وقتها تجي صباحا. عم بعد صلاة الفجر. عندها وقت معين الله أعلم بعد الشروق. نعم والله أعلم. هذه شغل بمنطق. في يوم العيد. ولا ليلة العيد. راح تكون عندنا صلاة العصر عادي، صلاة المغرب جهريا، صلاة العشاء جهريا، صلاة الفجر جهريا، صلاة العيد جهريا والله أعلم. جيد سامي. لكن قربت من من الجواب لكن ليست صلاة العيد. صلاة العيد نعود إليك. أهلا وسهلا بك. صح. تعرف عليك الأخ الكريم. وائل يوسفي طالب ثانوي في مومرداس. وائل. وائل ما شاء الله يا وائل. ماشي صح. وائل ماذا تعرف عن الصلاة؟ الصلاة هي ركن من أركان الإسلام. هي ركن من أركان الإسلام. نعم. نزلت في يوم الإسراء والمعراج. هي طيب كم من صلاة في اليوم؟ خمسة. خمس صلوات. هنالك صلوات جهرية وصلوات سرية. ما هي الصلوات السرية والجهرية؟ عندك الظهر والعصر. الظهر. الظهر والعصر والمغرب. لا العصر والمغرب. لا الظهر والعصر والعشاء. والعشاء هذه صلوات سرية. سرية. وعندك أما المغرب والعشاء والفجر صلوات جهرية. طيب سؤال حلقة اليوم من برنامج كنز المعرفة. ما هي الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية؟ يا وائل فكر حاول يا وائل. أنا أمو صلاة المغرب. صلاة المغرب. كيف صلاة المغرب؟ صلاة المغرب جهرية. جهرية على بالي. هذه صلاة سرية تسبقها أربع صلوات جهرية. تأتي في يوم. يوم. حتى نقربوا لك شوية الجواب. تأتي في يوم من الأسبوع.
صلاة الجمعة. جمعة كيف؟ أفصح أفصح وضح مليح. جي في يوم من الأسبوع هي. و هذا ما كان على بالي. مامو صلاة الجمعة. نعود إلى سمير. أهلا سمير. أهلا. هي صلاة بما أنه شغل هذا ونوضحت بدقة السؤال في يوم من أيام الأسبوع ماشي في يوم من أيام السنة ولا. هي صلاة العصر تسبق ليلة الجمعة. عندنا صلاة الجمعة كيف يعني؟ صلاة العصر يوم الخميس راح تكون عندنا صلاة العصر سرية، صلاة المغرب جهرية، صلاة العشاء يوم الخميس ولا يوم الجمعة؟ يوم الخميس صلاة العصر يوم الخميس. وش راح تسبق صلاة العصر يوم الخميس؟ وش راح تسبق لنا؟ حاول أن تركز يا سامي. أنا مركز. يوم الخميس الصلوات كلها معروفة، هنالك صلوات يوم الخميس تكون اثنان، صلاة الظهر والعصر سريتان، وثلاث صلوات أخرى تكون جهرية عادية كباقي الأيام. صلاة سرية تسبق أربع جهرية. راح تكون عندنا المغرب جهرية، العشاء جهرية، الفجر جهرية، صلاة الجمعة فرد وجهرية. جهرية جيد. أما هما اللي راح تسبقهم أي من الصلوات التي ستسبق صلاة هاته الأربع صلوات؟ هي صلاة العصر من يوم الخميس من يوم الجمعة يا سامي. من يوم الجمعة صلاة العصر تسبقها ماشي ليس هنالك سبق. قلنا ما هي الصلاة السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية؟ لا ما نسمح لي أنا السؤال كي سمعته الصلاة التي تسبق الأربع صلوات الجهرية. فهمت هنا صلاة إذن هي الصلاة التي السرية التي تسبقها أربع صلوات جهرية هي صلاة العصر من يوم الجمعة، لأن الظهر يسقط يصبح يوم الجمعة يكون فيها ركعتان جهرية يعني خطبة ثم ركعتان. السؤال أنا كش سمعته عايد الجواب حتى يتابع المشاهد. الجواب هو صلاة العصر يوم الجمعة لأنه تسبقه أربع صلوات جهرية، بما أنه صلاة الظهر يوم الجمعة تسقط وتصبح صلاة الجمعة فرد في مكان جيد. سامي سوف يستفيد اليوم من جائزة كتاب قيم من برنامج كنز المعرفة. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحصة، نشكر مدير القناة على الدعم، كذلك نشكر الطاقم الفني والصحفي لقناة الجزائر أنوان على الدعم وعلى هذه الالتفاتة وبث البرنامج عن طريق القناة. انتظرونا بعد الفاصل نعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا بعد الفاصل. قلنا سامي تستفيد اليوم من كتاب قيم يهديه إليه البرنامج. سامي تفضل. كتاب كتاب التردد السردي في القرآن الكريم، يعني المخرج يقرب صورة الكتاب. والتردد السردي في القرآن الكريم إلى سامي كونه أجاب عن السؤال طبعا بالمساعدة. إذن قدمنا كتاب السرد التردد السردي في القرآن الكريم إلى الطالب سامي بجامعة هواري بومدين المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا. سامي كلمة للبرنامج أولا وللمشاهد الكريم. بارك الله فيكم وكان الله في عونكم، ونشكر قناة الجزائرية الجزائر أنوان. نشكر قناة الجزائر أنوان على هذه المبادرة ولا هذا البرنامج وكل عاملين فيه، ونتمنى من القنوات الجزائرية تعمل على أنشطة ثقافية وتوعوية للشباب، وتكون مبادرات أخرى إن شاء الله اللي راح تكون تطور ثقافي. نعم، بهذه المناسبة قلنا البرنامج سوف يكون أسبوعي ويطوف حول الجامعات والثانويات كل أسبوع. أهلا بك، أتمنى كلمة أخيرة إلى البرنامج أولا وإلى المشاهد الكريم. ربي يوفقكم إن شاء الله. وما أعرف شو أقول. معلش عبر بأي لغة تعرف يعني عبر. ربي يوفقكم إن شاء الله، وإن شاء الله يكون برنامج ناجح لتوعية الشباب إن شاء الله.
أنتم من النشأ الذي يبني هذا الوطن، يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. قلت لك الشباب مشعل الأمة. أكيد. آه. كلمة أخيرة أخي وائل إلى القناة وإلى المشاهدين أيضا. أقول لكم يعطيكم الصحة، وهذه مبادرة شابة وإن شاء الله تكون بزاف بلايص باش يثقفوا الناس، وربي يعاونكم ويعطيكم الصحة. شكرا. وصلنا إلى ختام هذا البرنامج أعزائي المشاهدين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في عدد آخر من برنامج كنز المعرفة. تحياتي لكم جميعا، كما أحيي مدير القناة والطاقم الفني والصحفي لقناة الجزائر أنوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك دون سم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب.